ازاي الدولة يعني بتستفيد بقى من هذه المخلفات انها تكون مصدر من مصادر الطاقة؟ تمام. احنا طبعا في برضو الاستراتيجيات اللي انا اتكلمت عليها اللي احنا بنعملها، احنا قايلين ان كمية المخلفات اللي بتتولد في مصر كلها حوالي 25 مليون طن في السنة. الاستراتيجية اللي محطوطة 60% منهم يروحوا لإنتاج وقود بديل لمصانع الأسمنت وسيمات، 20% لمصانع تحويل المخلفات لطاقة. وبالفعل تم توقيع أول عقد لمصنع تحويل مخلفات لطاقة في الجيزة في أبو رواش دوت باستثمارات 120 مليون دولار، وديت برضو عشان أبين التكلفة بتاعت تحويل برضو المخلفات لطاقة. أي إدارة متكاملة للمخلفات بتتكلف فلوس، هي خدمة بتتقدم، بس طبعا لازم أعملها بالطريقة دي أحسن ما أخد كل المخلفات دي أدفنها. إحنا الاستراتيجيات بتاعتنا بتقول إن أنا أقلل للحد الأدنى الحاجة اللي بدفنها، أنا مش هعمل كل الأرض مدافن ويطلع لي غازات منها تأثر لي على المناخ وسائل رشيق وكلام من ده. فالمحطات تحويل المخلفات لطاقة زي ما بقول كده أول واحد ده بيكلف 120 مليون دولار، المصاريف التشغيل السنوية حوالي 5.5 مليون دولار. طبعا دوت بياخد 1200 طن مخلفات في اليوم وبينتج كهرباء حوالي 30 ميجا وات على الساعة. التخطيط اللي موجود بتاعنا في مصر ان انا 30 عندي ميجا وات ده 16، رقم ايه؟ ده الكهرباء اللي بينتجها في الساعة أقصد من المخلفات. ده رقم قليل، رقم لا لا، متوسط، رقم ده معقول؟ بالنسبة لمصنع زي كده هوت، لا دي حاجة، دي حاجة كويسة لا انه أنا ياخد بفهم من حضرتك. 1200 1200 طن مخلفات يتخلص لي منها تماما، يطلع اللي فاضل منها شوية رماد حوالي 5% فقط لغير من ال 1200 طن اللي دخلوا، فكده بقلل تماما كمية المرفوضات، بسميها المرفوضات اللي بتروح للمدافن الصحية. عندنا في الخطة بتاعتنا ان يبقى في 16 محافظة فيها مصانع زي كده. طبعا المصانع دي بتبقى موجودة في المحافظات اللي ما فيهاش ظهير صحراوي، اللي ما بنفعش اعمل فيها مدافن صحية، ما عنديش اراضي، النقل بتاع المخلفات مسافات بعيدة، فدي بيبقى حل امثل لمعالجة المخلفات. طبعا عشان حاجة زي كده هو تتعمل كان لازم يتم استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء بان الكهرباء اللي هتتولد ديت، طيب هنحطها على الشبكة، الكهرباء هيشتروها بكام، الكهرباء هيدفع جزء، المحافظات بتدفع جزء تاني. طبعا احنا عشان نبتدي في حاجة زي كده هو وعملنا ال 16 مكان كان لازم نأهل الشركات اللي هتشتغل. عملنا الإعلان، 92 شركة أجنبية ومصرية دخلوا، نجح منهم حوالي 19، وإحنا زي ما بنقول كده ال 19 اللي موجودين المفروض يشغلوا 16 محافظة.